سيخلد اسم من عملوا في هذا المعجم إلى أبد الآبدين، إلى أن تنتهي الدنيا. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج معجم الباطين للشعراء العرب المعاصرين، فهيا بنا معا نغوص في بحور الشعر، نبحث عن لآلئ الإبداع، نتهدهد في سفائن الكلمات على أنغام مبدعينا من شعراء المعجم. معنا اليوم الشاعر عبد الرزاق عبد الله التاجر، نتعرف على سيرته ونستمع إلى بعض قصائده. عبد الرزاق عبد الله التاجر ولد عام 1950 في إعزاز بسوريا، حاصل على دبلوم المعلمين من حلب بسوريا. عمل لمدة 33 عاماً في تدريس اللغة العربية بدولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية. كتب القصيدة والأوبريت والموشح، وله لوحات فنية تشكيلية. شارك في العديد من الأمسيات الشعرية في دولة الإمارات وسوريا. دواوينه الشعرية: له نشيد الإنسان ونداء الطفولة وبصمات على وجه الكون. له عشرات الدراسات التربوية واللغوية والقرآنية، تم تكريمه من مؤسسات ثقافية وتربوية عديدة في الإمارات العربية المتحدة لدوره الثقافي والتربوي. يقول الشاعر في قصيدة نهر الحياة: نهر الحياة يمر عبر جناني، يروي الضمير فيزدهي وجداني، ويفيض بحر مشاعري عذب الرؤى، والفكر يرقى في هدى الرحمن، والأربعون تفيض في روح المنى، تغني لشعري أو تزيد بياني، ما شاخ مني العزم أو أعياني بتعاقب الأيام والأزمان، والقلب يحيا في ربيع دائم، باع السرور شماتة الأحزان، والروح زاد على الزمان وميضها، وإرادتي للخير ملء كياني، وتجدد العزم الكبير على المدى، يمضي عطاء عبر كل أواني، وكأنما الأيام بوح قصيدة تسمو بنا لمنائر الإيمان، فالليل لحن للوفاء بعمرنا قد أبدعته أنامل الفنان، والفجر نفح الروح في أنشودة عزف الجمال لسحرها ألحاني، وغدا الأصيل كلوحة من مبدع مزج الثواني في سنى الألوان، أيامنا أحلامنا تسمو العلا وخواطر اللحظات فوق لساني، ودقائق الأوقات ترعى مجدنا تغني الحياة وتجدو خير معاني. أماه يا أغلى وأسمى الكائنات، هذه إليك تحيتي والأمنيات، في يوم عيدك لم أجد غير الشذا أهديه من قلبي لكل الأمهات، ماذا أقدم للتي عانت وضحت كي ترى في طفلها كل الصفات،
وبماذا أوفي للتي قد كابدت وتحملت عني بقلب المؤمنات؟ لا التبر يجزيها ولا هذه الجواهر والنفائس واللآلئ والهبات، بل بالوفاء لذكرها ولعهدها وبحبها نرقى صروح المكرمات، وبدعوة لله في جوف الدجى ينجي لأمي من شرور النائبات، وبطاعتي سأرد بعض جميلها وبودها حتما يكون الخير آت. لا تعتبي إني على عهد الوفاء وما أزال برغم كل الحادثات، ومشاعري ملك لمن قد أيقظت في الضمير فلا ضياع ولا شتات. ونهلت من دفء الأمومة أرتوي فتهذبت مني السجايا والسمات، وحييت في حلل المودة هانئا وغدوت أشد الناس أحلى الأغنيات. أماه يا فيض السماحة والرضا، يا نور هاتيك النجوم الساهرات، يا مصدر الإلهام في أيامنا، إني ضللت الدرب في هذه الفلات وتشعبت عندي المفارق والرؤى، ولذا أتيتك راجيا بعض العظات. يا رمز كل فضائلي وشمائلي، إني الغريق وأنت لي طوق النجاة. أبحرت في لجج البحار ولم أجد إلاك ينقذني من المتناقضات، فالخير يجذبني إلى شطآنه والشر أوعدني بأحلى المغريات. وشربت من نبع الندى في فطرتي وقد احتسيت الراحة في كأس العداد، فتمازجت في الطباع كما ترى حب وكره واندفاع أو أنات. ويداك أشرعتي إلى شط الهدى وعزيمتي للخلد تنهي المعضلات. لا أرتضي إلا بنهضة أمتي لنعيد للأمجاد إكسير الحياة، ولكي نماشي العصر في تحليقه بالعلم والقيم الحميدة والثبات. ومن قصيدة بصمات على وجه الكون يقول الشاعر: يناديني الخلود إلى العلاء ويدعوني الزمان إلى البقاء، وتحفزني الصروح للارتقاء وتحدوني المكارم للعطاء، وتغريني المبادئ بالضياء فأسري خلف إلهام النداء، لأشدو لحن أغنية الوفاء بأحلى ما لدي من المعاني، وأحلامي وإحساسي ووجداني، ويهوى الدهر إبداع الذكاء، ويخلد من سيعلي للبناء، لأرقى بابتكاري في الفضاء بأجنحة الشموخ وبالإباء، وفي عيني أزهار النقاء. أعزائي المشاهدين، إلى اللقاء في حلقة قادمة مع شاعر جديد من شعراء المعجم. نلقاكم على خير إن شاء الله، وإلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية.